مساء الخير جميعا واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اخر النهار على قناه النهار. النهارده الحقيقه عندي حلقه متنوعه، هبداها بسؤال من وادي النطرون في البحيره: يا ترى ايه اللي بيحصل داخل الدير ما بين محاولات انتحار وقتل لاحد الرهبان وتشليح اخر؟ بعدها هنروح لبورسعيد مع تحقيق خاص حول عمليات التهريب في المحافظه، ويا ترى من المسؤول عنها؟ ومنها إلى ميناء سفاجة حيث تكدس أكثر من 400 شاحنة لليوم الرابع على التوالي. أما في ملفاتنا الرئيسية فهنستضيف أعضاء المنتخب المصري للغواصات الآلية اللي تفوق على فرق 19 دولة من أفضل دول العالم. في النص الثاني من الحلقة الحقيقة بنطرح سؤال: هل يحق للمستشفيات نزع أعضاء المتوفين دون الرجوع لذويهم أو لأهاليهم؟ ده اللي هنناقشه النهاردة في ضوء واقعة حصلت مؤخرا، نزع قرنية مريض متوفى وأثارت جدل كبير الأسبوع اللي فات، يمكن كلكم سمعتوا عنها. طيب هنطرح السؤال في البداية: إيه اللي بيحصل داخل دير وادي النطرون؟ صباح اليوم حصل محاولة لانتحار بطلها الراهب الشاب فلتأوس المقري أو المقاري. المعلومات اللي جت لنا والروايات اللي موجودة حاليا من داخل الدير بتقول إنه قطع شرايين إيده ثم ألقى بنفسه من مكان مرتفع، والآن في غرفة العناية المركزة. أمس أصدرت الكنيسة بيان عن تجريد راهب من لقبه، والأسبوع اللي فات عثر على جثمان الأنبا إيفينيوس غارقا في دمائه بكل أسف، والشرطة طبعا والنيابة والأجهزة بتحاول إن هي تفك هذا اللغز أو طلاسم هذا اللغز. إحنا اتكلمنا على فكرة لمعرفة الأخبار من مصادرها مع عدد من مسؤولي الكنيسة بمن فيهم المتحدث باسم الكنيسة، اللي فضلوا جميعا عدم الإدلاء لينا بأي تصريحات في الوقت الحالي، وقالوا إن إحنا يعني هننتظر نشوف تعقيقات النيابة وجهود الشرطة هتوصل بينا لإيه. على كل حال لمحاولة لإلقاء الضوء حول هذا الملف معايا دلوقتي مسؤول الملف القبطي بجريدة الوطن الأستاذ مصطفى رحومة. يا ترى إيه اللي ممكن تقوله لنا عن هذه التطورات واللي حصل النهاردة أستاذ مصطفى؟ مساء الخير. مساء الخير، إزيك أستاذ معتز؟ الحمد لله. واللي حصل النهاردة طبعا لغاية دلوقتي زي ما حضرتك قلت الكنيسة لم تصدر أي بيان رسمي عن ما يحدث داخل جدران أو أسوار دير أبو مقار الذي شهد الأسبوع الماضي جريمة قتل لرئيس الدير خارج قلايتها أو خارج مسكنه داخل الدير، وهو حدث استثنائي في تاريخ الكنيسة المصرية. تصاعدت الأحداث منذ خلال الأسبوع حتى وصلت إلى الأمس، فكان قرار البابا تودروس الذي أصدره بخط يده بتجريد أو طرد أحد الرهبان من الدير بسبب خلافاته داخل الدير والتي اشتكى منها الأسقف الراحل، إلى أن شهد الدير، وذلك نقلا عن الروايات الرسمية وعن محاضر الشرطة، إلى محاولة انتحار صباح اليوم لأحد الرهبان الشباب وهو الراهب فلتأوس المقاري. الراهب قطع شرايين إيديه الاثنين، فوجئ الرهبان بذلك، جروا عليه، تم إسعافه داخل المستشفى الموجودة بالدير أو محاقة بالدير. تمام. بعد المعلومات الجديدة اللي ممكن نقدر نعرفها بعد من الكواليس؟ ما هو بعد قطع الشرايين هو أصر، هو كرر محاولة الانتحار مرتين، قطع الشرايين وبعد كده ألقى بنفسه من أعلى المستشفى إلى أن تم نقله إلى أحد المستشفيات الموجودة في القاهرة الآن، وهو في غرفة العناية المركزة ويعاني من كسور في العمود الفقري والحوض. المبرر أنه يعمل كده يعني مصطفى؟ كل المصادر التي تواصلنا معها من داخل الدير الراهب مشهود له، ولكن هو أو الصور التي تنقلت من الدير عنه أو الصور الأولية لي أن هو كان صديق الراهب أشعيا المكاري الذي تم تجريده وطرده من الرهبنة أمس، بل أن منذ ساعات فوجئنا بأنباء متباينة من داخل الدير أن الراهب الذي تم تجريده أمس
من الرهبنة أقدم على محاولة انتحار هو الآخر بتناول السم، ولكن تم إنقاذه. فإحنا عندنا قدامنا محاولتين انتحار النهاردة داخل الدير، أسوار الدير. الكنيسة لم تصدر أي بيان رسمي عنها أو عن ما يحدث. الراهبان لم يتوجه إليهم أي اتهامات بقتل رئيس الدير، هما كانوا أصدقاء. تفتكر ليه المتحدث باسم الكنيسة بيفضل ان هو ما يعني يتواصلش مع الاعلام لكي يقطع الشك باليقين، لانه الموضوع مش بسيط، يعني حالتين انتحار في يوم واحد. الكنيسه تعاني من مشكله هي التحكيم الاعلامي او عدم القاء الضوء على ما يحدث وعدم التجاوب سريعا، ولكن لهم العذر لان ما يتعرضون له حاليا هو حدث استثنائي في تاريخهم، ستكون له تداعيات وتداعيات خطيرة على الكنيسة. تحاول القيادة الكنسية المحافظة على سلامة الكنيسة وسلامة دير أبي مقار، وهو أول دير أصلا أنشئ في منطقة وادي النطرون ويرجع تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي. تمام، على كل حال احنا على تواصل لو في أي جديد. بشكرك جدا مسؤول ملف القبطي بجريدة الوطن الأستاذ مصطفى رحومة. دلوقتي هنتابع تقرير حقيقة عن حملات أمنية معمولة لضبط المخالفات المرورية من ناحية، وإزالة إشغالات الطريق بالمحاور والميادين الرئيسية بالعاصمة، وبعدها الحقيقة هنروح لاستراحة قصيرة ونرجع نكمل آخر النهار. خليكم معنا. المظاهر السلبية التي تمثل تشوهات في الشارع المصري مثل الإشغالات التي تسبب تكدسات مرورية، إلى جانب عدم الالتزام بتعليمات المرور، تعمل وزارة الداخلية على إزالتها من خلال الحملات المكبرة التي تشنها في هذا الاتجاه بخاصة في القاهرة والجيزة، والتي تتسم بالاستمرارية لضمان الانضباط وإعادة الرونق الحضاري للشوارع والميادين. حملة أمنية وانضباطية مكبرة شنتها مديرية أمن القاهرة لضمان الانسيابية المرورية من خلال رفع الإشغالات، نجحت خلالها في رفع عشرات الإشغالات من باع جائلين ومحلات تجارية متنوعة وسيارات مطروقة ولافتات محلات تجارية بدون ترخيص. تم توجيه جميع الحملات المكثفة لرفع جميع الإشغالات والمحافظة على المظهر الحضاري للشارع المصري ورفع أي صور للتعدي على حقوق المواطنين. على ذات النهج كانت حملة مديرية أمن الجيزة التي استهدفت عددا من شوارع وميادين المحافظة ونجحت في تحقيق المستهدف من إزالة الإشغالات التي كانت تعيق حركة السير وتحقيق الانسيابية المرورية. بالتوازي مع رفع الإشغالات كانت الحملات المرورية المكبرة التي شنتها الإدارة العامة لمرور الجيزة نجحت خلالها في ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، إلى جانب هدفها الأساسي وهو التوعية المرورية وضمان تحقيق انسيابية مرورية على كافة محاور الجيزة. حملة انضباطية بشارع جامع الدول العربية من خلالها تم ضبط العديد من المخالفات المرورية، ضبط العديد من الإشغالات، ضبط العديد من المشتبه فيهم وتنفيذ الأحكام. وإن شاء الله هذه الحملات هتبقى مستمرة على جميع المحاور والميادين بالنسبة لمحافظة الجيزة، وهتبقى بصفة مستمرة، والهدف منها الأساسي تحقيق السيولة المرورية التامة على جميع المحاور وإن شاء الله على مدار 24 ساعة. الانضباط بالشوارع والميادين إذا ما تحقق يؤدي إلى انسيابية مرورية، وهذا ما تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقه من خلال تكثيف حملاتها المتنوعة التي تشنها في هذا الاتجاه لإزالة الإشغالات مع ضمان عدم عودتها مرة أخرى. طيب هنروح دلوقتي بورسعيد، هنشوف تحقيق خاص من مراسلنا مصطفى سطوحي كشف فيه ما يحدث من حالات تهريب وحالات ركود في سوق المنطقة الحرة وقرارات الإزالة لأكثر من 900 محل من محلات البالة. نتابع التقرير ونرجع نكمل البرنامج. صغيرة جميلة شابة ومتجددة، مدينة بورسعيد الباسلة حيث التاريخ العريق والحاضر الملتبس. ذهبنا لأشهر شوارعها المنطقة الحرة، محلات ممتلئة بالبضاعة لكنها تعاني من الركود، والسبب التهريب
بحسب كلام أهلها. والله أسباب الركود اللي موجودة في بورسعيد تحديداً ترجع لعملية أن المنطقة الحرة بالنسبة لبورسعيد تم تهمشها بإجراءات وقوانين عقبية للعصور السابقة. طبعاً زي ما أي حد في بورسعيد عارف وفي مصر كلها عارفة أن بورسعيد كان بيتم عقابها بالنسبة للمنطقة الحرة لسنة 2002 وكلام الأحداث والقرارات بتاعت النظام السابق اللي كانت بتتخذ ضد بورسعيد. ولكن طبعاً لما قامت ثورة 25 يناير في التوقيت ده كان في انفلات أمني وكانت عمليات التهريب كانت بتتم مش من خلال المدقات والمنافس فقط، كانت عمليات التهريب كمان كانت بتتم من خلال ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق التفريعة، والكلام ده ما كانش على قد بورسعيد بس، ده كان على قد مواني مصر كلها. بورسعيد كمنطقة حرة أي بضاعة تخش يستودوها التجار من أي حتة في العالم لازم تخش بورسعيد، وبعد كده حضرتك بيدفع عليها رسوم هنا وتطلع من بورسعيد بره البلد. انما اللي الظاهر دلوقتي اللي قدامنا اللي احنا شايفينه واضح قدامنا ان البضاعه اصلا ما بتخشش بورسعيد اصلا، فهو ده التهريب. فالتهريب من فوق مش من تحت. التهريب بدايته ظهرت من حيتان يقدروا يستولوا باحتكار على عدد من سلع المنطقه الحره ويبتدوا ان هم ياخدوها لنفسهم ويبتدوا ان يبقى بالنسبه لهم المصلحه الاكبر بتهريبها مش الناس اللي بتشتغل في نفس السلع داخل محافظه بورسعيد. وبعدين هم بيجوا يعملوا شو اعلامي على عيلين صغيرين بيطلعوا الجمرك بيهرب بنطلونين وقميصين فيهم 100 جنيه لما يروحوا يمسكوا الناس الكبيره اللي بتطلع تهرب بالعربيه ربع نقل ونص نقل بتخرج زي ما هي حاويه كامله. ده اهم سلعه في محافظه بورسعيد مستقطبة للتهريب وهي سوق الملابس المستعملة. هنروح دلوقتي نشوف. جولة سريعة مع رانيا السادات نائبة بورسعيد على أرض الواقع. لما نيجي هنا بقى نشوف اهو على الطبيعة سوق الملابس المستعملة، ايه اللي هناك ده؟ ايه بقى اللي هناك ده؟ سوق بحيرة المنزل. ده سوق بحيرة المنزل ده اللي بيتم من خلاله التهريب؟ كان بيتم من خلاله التهريب، ولكن احنا بنقول احنا بنفتح كده مجال للتهريب جديد. ان انا النهاردة المحلات بينها وبين بحيرة المنزلة أمطار. من خلالها التهريب ازاي؟ عن طريق مراكب ولا عن طريق؟ عن طريق لانشات. عن طريق لانشات. قوارب سريعة. قوارب بقى سريعة، لانش عادي، أي مكان، المهم إن هي بتنزل البحيرة، مجرد ما نزلت البحيرة لها أي طريق. التهريب مشكلة كبيرة تعاني منها بورسعيد منذ مدة طويلة، تزايدت بعد ثورة يناير. لكنها طفت على السطح مرة أخرى. منذ أيام بعد فيديو الأطفال الشهير. نروح سفاجة دلوقتي، هنشوف مع بعض مقطع فيديو بيوضح حالة من التكدس لحوالي 400 شاحنة بسبب الخلاف حول قيمة التعريفة الجمركية ما بين مسؤولي جمارك المينا وما بين المستخلصين وأصحاب مكاتب الشحن. يا رجالة السواقين في سفاجة عاملة اضراب على 300 جنيه. هيئة المينا عايزة تدفع العجل 300 جنيه زيادة. 500 بلوك. 500 و 500 جنيه. في الطلع 500 وفي الدخول 300. طيب لمزيد من المعلومات معايا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد مصطفى وهو مالك لشركة شحن. يا ترى حطنا في الصورة يا أستاذ محمد بعد إذنك. مساء الخير. مساء الخير أستاذ معتز. أهلا وسهلا على برنامجك الناجح وطبعا ظهورك المتألق دايما. شكرا. أنا بشتغل في مجال الشحن من سنة 2010، عندي مكتب شحن موجود في دبي، تقريبا 45 موظف مصري موجودين عندي هنا في المكتب، وبيشتغل معانا في مصر اكثر من 25 كمان موظف، يعني تقريبا المجموع 70 عامل مصري وسواقين. احنا بننزل عن طريق ميناء سفاجه من سنين، كانت طبعا قبل تعويض الجنيه بندفع مبالغ تقريبا بتتراوح ما بين 30 ل 40 الف جنيه على التريلا الواحده. بعد تعويض الجنيه مع الدولار التريلا تقريبا وصلت من 90 ل 100 الف جنيه لحد اخر 2017. اي من بداية 1/1/2018 مع تغير قيادات موجودة في سفاجة ونظام التعريفة والحاجات دي، النهاردة بنوصل للتريلا الواحدة 300 و 350 ألف جنيه، بل بعض الشركات بتطلع ب 400 ألف جنيه جمارك. طبعا لما بنحسب أنا باخد بشحن أو اللي أنا بعمله بالظبط إن أنا بستلم أغراض
اللي هي للناس اللي معايشة هنا في الإمارات عشان ننقلها لأهلها ولذويهم اللي موجودين بمصر. الأغراض دي عبارة عن ملابس مستعملة، ملابس مرات، هدايا جديدة، بنودي أجهزة كهربية، الناس بتفرش بيوتها جديدة ومستعملة، ناس مترحلة نهائي ومحتاجة تنزل بيوتها تفرشها في العفش اللي كان موجود هنا في الإمارات. أي احنا بناخد منهم الشحن شامل التغليف والنقل والجمارك والتوصيل لحد ما بندخل الحاجه جوه بيوتهم. كمان المعادله بتاعتنا كان بيدخل فيها الجمارك بنسبه معينه بتتراوح من 30-40% من قيمه المبالغ اللي احنا بناخدهم منها. القيمه بتاعه الجمرك النهارده وصلت بين 70-75%. لسه عندي مصروفات تغليف، لسه عندي مصروفات نقل، لسه عندي مصروفات توزيع، لسه عندي مكتب وايجارات ورواتب بدفعها. كل صاحب شركة متوسط خسارته النهاردة على التريلا الواحدة بيوصل من 20-25 ألف درهم، يعني تقريبا بنتكلم في 150 ألف جنيه مصري لكل تريلا. 150 ألف جنيه مصري لكل خسارة لكل تريلا. وكانت كام قبل كده؟ خسارة مباشرة. نعم؟ كان قبل كده كان كام؟ كنا بنكسب، احنا كنا بنكسب في التريلا بعد ما صرفنا، يعني من لان هو الدرهم تقريبا بخمسة جنيه دلوقتي، بخمسة جنيه تقريبا كنا بنكسب تقريبا في التريلا متوسط. كنا بنكسب في التريلا متوسط من 8-10، النهارده من 8-10 تلاف درهم في كل تريلا. بحرك تقريبا متوسط بحرك من 3-4 تريلات كل شهر. النهارده كل تريلا عندي بتطلع عندي صافي الحساب بتاعها بيخسر 30 ألف درهم، يعني 150 ألف جنيه، يعني إجمالي الخسائر اللي بعملها كل شهر حوالي. وبالتالي البيزنس بتاعك بيتعرض لصعوبة، لأن أنت لو مش هتحقق ربح يبقى ملوش داعي تقفل البيزنس أحسن. طيب هقفل وهنزل 45 موظف من عندي وأنا واحد من ضمن وعندك 70 عامل ما شاء الله. أستاذ محمد ممكن تنتظرني؟ احنا واحنا بنتكلم معاك كنا بنستعرض لعدد كبير جدا من البضايع المتكدسة او المحتجزة، بس عندي مقطع فيديو برضو ممكن يعني يحطنا في الصورة اكتر، وارجع اتحاور معاك مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث ناقل من نقال مينا سفاجي، تاجر من اللي ما ينزلوا اغراض من الكويت. عايزين حل المينا سفاجه، خربوا بيوتنا. ما اتكلم صوت وصوره وكلهم عارفين في المينا، يعني لما واحد جايب له 6 متر سوي لو سمحت يا باشمهندس، ماشي يا باشا، سوي الاغراض وسوي الجلي سوي الكراكيب جلي. صور شوية كراكيب طقم انترية ادفع عليها 90 ألف جنيه جمارك، 90 ألف جنيه جمارك على 3 امتار كلهم كراكيب وكلهم انترية زي ما انت شايف لهم، وعاد الفاتورة في جيبك. تعال يا باشمهندس صور الفاتورة دي، صور الفاتورة دي، صور قيمة الفاتورة. نطلع لي فاتورتين، 61 ألف 385، الفاتورة الثانية 22 ألف 660. يرضي ربنا دلي 3 أيام في الميني، 3 أيام في الميني. احنا هنجيبوا فلوس للدولة ولا هناخدوا منها فلوس؟ ولا احنا شغالين في سلاح ولا في الهيروين ولا في أي حاجة ممنوعة؟ احنا كلنا ما نجيبوش شوية كراكيب. ده ربنا ما يرضاش بالظلم. شوف كام واحد هيستنزف في الميني. الشيال فاتح بيته من ثلاثة، سواق العربية نص نجل فاتح بيته من وراني، سواق التريلا فتح بيته من وراني، المكتب في الكويت فتح بيته من وراني، يعني كل تاجر من تجار الكويت وراهم 100 ألف 900 مليون. يا ناس ارحمونا، حرام عليكم. ده طبعا الطرف اللي هو المشتكي، زيه زي الاستاذ محمد مصطفى وهو مالك شركة شحن بيشغل 70 عامل مصري. الطرف الثاني بقى المشتكي بيقول ان الرسوم دي غير منطقية وانها بتكلفه تكلفة اكبر بكتير جدا من البيزنس اللي هو بيعمله، وبالتالي كده هو مش بيحقق ربح، بيحقق خسارة، والبيزنس اللي فيه خسارة طبعا مشكلة كبيرة زي ما احنا كلنا عارفين. احنا من جانبنا حاولنا ان احنا نعرف رد الهيئة اللي هي هيئة مواني البحر الاحمر، وتواصلنا مع اللواء هشام ابو سنه الحقيقه
رئيس الهيئة ومع الأستاذ ملاك يوسف المتحدث باسم الهيئة، قالوا طلعنا بيان، أصدرنا بيان مكتوب وبعتولنا البيان، ومحتوى هذا البيان انه الأزمة في طريقها للحل وان مفيش خلاص أزمة ولا أي حاجة. طبعا ده كلام إيجابي كل حاجة، بس عايزين نشوفه بيتحقق على أرض الواقع وتبطل بقى الناس تشتكي ولا ايه. هل عندك معايا لسه الاستاذ محمد مصطفى؟ اعتقد هل عندك تعقيب على كلام المسؤولين يا استاذ محمد؟ سياده هشام بيه ابو سنه قعد مع الناس امبارح، ودكتور طارق مدير المواني قعد مع الناس امبارح، وقال خلينا نعمل تيست للتفتيش مره ثانيه وندخل 15 تريلا تجربه نشوف هل هنقدر ننزل فعلا قيمه الجمارك ونقدم طريقة تفتيش افضل من اللي كانت بتتم، واحنا المفروض مستنيين النتائج النهارده. يعني في فعلا النهارده 15 تريلا دخلت لناس من الكويت وناس من السعوديه، واحنا المفروض منتظرين. طيب الموضوع استاذ معتز مش موضوع بس فلوس، الموضوع في صور وفي فيديوهات لطريقه التفتيش البدائيه اللي بينزلوا بها الاغراض بتاعه العالم، تتفتش بتتبهدل وتترمى على الارض، وفي ناس بتمد ايدها تسرق حاجات من حاجه الناس، وبيرجع الزباين بتشتكي علينا لحمايه المستهلك في بلد زي دبي. حمايه المستهلك ده يعني حضرتك ليك ملاحظات على الاداء بشكل طبعا عام؟ طبعا هو احنا مش مساله الرسوم بس، الموضوع استاذ معتز مش فلوس بس. الفلوس ده شق الموضوع. اول حاجه احنا بنعاني من سنين ان احنا ما فيش قانون واضح لتعريف الجمارك بالنسبه للامتعه الشخصيه، ما فيش قانون واضح. احنا كلنا بنشتغل، كل ما يتغير مسؤول من مسؤولين الجمارك ينزل يغير في الجمارك، في الارضيات، في التعريفه الجمركيه، في طريقه التفتيش، في الموظفين نفسها. تمام. كل كام شهر بيتغير. وصلت النقطه، واعذرني ان انا يعني ايه هكتفي بهذا القدر استاذ محمد. طبعا يعني احنا هنتابع الملف ونتمنى نشوف التكدس ده ينتهي، ونتمنى انه يعني هيئه المينا تسوي المساله وتصل الى حل يرضي جميع الاطراف، واتمنى ان هم يستمعوا الى شكاوى الاداء والتفتيش وطريقه التفتيش وما الى ذلك. ملف كبير محتاج ان هو يعني يبقى عليه الحقيقه شغل كتير، لانه واضح ان الشكوى جماعيه وليست فرديه هذه المره. تكدس 400 الحقيقه شاحنه في ميناء سفاجة، ربنا يسهل ونجد حلول لهؤلاء الناس. بعد الفاصل هنكمل وهستضيف رموز للاجتهاد، وهم أعضاء المنتخب المصري للغواصات الآلية اللي تفوق على فرق 19 دولة من أفضل دول العالم. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. زي ما قلت في بداية الحلقة، ضيوفي النهاردة رمز للاجتهاد وللرغبة في النجاح، وطبعا الإرادة وعدم اليأس. نماذج مشرفة للشباب المصري حققوا إنجاز للبلد عن طريق مساحة جديدة أنا شخصيا أول مرة بتعرف عليها وهعرفكم عليها طبعا، وبيسعدني أن هم يكونوا موجودين معايا في حلقة النهاردة من برنامج آخر النهار، وكمان الشركة الراعية موجودة، فبحب أرحب. تعالوا نرحب بالسيدات أولا، معلش، الأستاذة نجلاء سمير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات. وي أهلا وسهلا ومنورة البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذ عبدالله عمرو من فريق فورتكس الأول على العالم، ومحدش يقول لي يعني إيه فورتكس، لأن أنا نفسي هعرف منه دلوقتي لأن الموضوع محتاج شوية شرح، بس بقول له مبروك انه الاول على العالم. الله يبارك فيك. اهلا بيك استاذ محمد صبري، قائد فريق MIA تالت على العالم. اهلا استاذ محمد ومبروك. اهلا سمحتك. الله يبارك فيك. استاذ محمد عبود المشرف العام على مسابقة ROV العربية والمحلية، اهلا بيك. اهلا محمد. وهتوضح لنا طبعا ايه هي. تعالوا بسرعة كده لمن لا يعرف من المتابعين لهذا البرنامج، ندي فكرة عن سريعه يعني عن تعالوا نبدا مثلا مع عبد الله لانه الاول على العالم، فلما هو يبقى الاول على العالم معناها ان كان في مسابقه، والمسابقه كانت في مجال معين، فقول لي المسابقه كانت ايه والمجال كان ايه.
هي المسابقة دي بتبقى عن منظمة اسمها ميت وبالتعاون مع ناسا. المسابقة دي بتبقى مسابقة غواصات، بيبقى فيه كل سنة مشكلة بيبتدوا يعملوا لها سيميوليشن ازاي نبتدي نحل الموضوع ده. يعني مثلا السنة دي كان في مشكلة في طيارة وقعت في المية في سياتل، فاحنا عايزين نبتدي ننقب عن الانجين بتاعها، عايزين نتعرف على نوع الطيارة، عايزين نحدد مكانها. فهما بيبتدوا يعملوا لنا سيميوليشن للمشكلة دي ويبتدوا يقولوا اللي هو المحاكاة، المحاكاة للموضوع ده. ويبتدوا يقولوا لنا احنا كتيمز مشاركة في الموضوع ده نبتدي نشوف حلول للموضوع ده ونصمم غواصة تبتدي تحل الموضوع ده في أسرع وقت بأحسن طريقة وهكذا. وهو دي اللي بيسموها الفورتكس. الفورتكس دي اللي هي الدوامة، فاحنا اسم الفريق بتاعنا زي الدوامة يعني من فريق فورتكس. انما هو المسابقه ازاي تجد حلول ل نفترض انه في الحاله دي لغواصه وقعت وعايزين يتوصلوا لمكانها ويدوروا عليها ويلاقوها بنجاح. بالظبط، دي حاله من الحالات. بيبقى في مثلا عايز يبني حاجه زي وين تربين مثلا تحت الميه، بيبتدي يعمل برضو محاكاه لكل الحاجات دي، وكل سنه بيبقى في قصه مختلفه او مشكله مختلفه. هل احنا كمصر بندخل ب يعني فريق بينافس فرق أخرى جاية من دول العالم؟ طبعا احنا عندنا الأول المسابقة الريجنال اللي بتتعمل في الأكاديمية، أكاديمية في اسكندرية، دي بيطلع منها فرقتين وفريق من الأكاديمي. بيبتدوا يتأهلوا المسابقة الانترناشنال وبينافس بقية الفرق من بره، بيبقى في فرق من أمريكا، من هونج كونج، من كندا، في فرق من كل العالم. والفريق بتاعنا اللي هو فريق فورتكس خد المركز الاول الحمد لله السنه ألف مبروك، ده شيء مشرف جدا حضرتك. الف مبروك، وتستحقوا الانتشار الاعلامي، لانه لو لم يحدث ان انتوا الاعلام يتكلم عنكم يبقى ما حدش هيعرف حاجه. استاذ محمد صبري، نفس الحكايه، فريق ام اي اي خد الثالث على العالم، يا ترى ايه المسابقه؟ برضو المسابقه برضو كانت مسابقه غواصات. هي الفكره ان زي ما قال عبد الله ده بيبقى سيميوليشن لحاجه بتحصل موجوده مثلا في الصناعه او مجال الثروه السمكيه او مجال البترول او حاجه. المفروض التيمات كلها تعمل ار او في، كل فريق يعمل ار او في بتاعته ويبدا يحصل كومبيتيشن في كل دوله. يعني ايه ريموت اوبريتد فيكل؟ يعني غواصه، تحكم غواصه يتم التحكم فيها عن بعد، عن بعد بجويستيك او دراع او حاجه. فكل فريق بيبني الغواصه بتاعته، فيها جزء ميكانيكي وفيها جزء كهربي. الار او في دي تبدا تنزل تحت المايه تؤدي المهمه المطلوبه منها في اقل وقت، ومفروض برضو بيبقى في درجات على اللي انت تعمل ار او في حجمها صغير ووزنها صغير عشان برضو سهوله النقل وكده. فانت بتصمم الجهاز ده انت ومجموعه الشباب اللي معاك اللي هم الفريق، الطلبه وكليه هندسه. هم انتوا كلكم من كليه هندسه؟ جامعه ايه؟ جامعه اسكندريه، كليه هندسه جامعه اسكندريه. يعني عايز اقول فريق مصري تماما، يعني معكوش حد من بره ولا يعني. لا ما فيش. طلعتوا التالت على العالم، ليه ما طلعتوش الاول؟ فورتكس بقى طلعوا الاول. فمصري برضو مصري يعني. طب تمام. وانت برضو ضمن المسابقه اللي اشترك فيها عديد من دول العالم، يعني من انجلترا، فرنسا، الامريكان برضو اشتركوا. تمام. خدنا المركز الثالث، وخدنا كمان جايزه كانت ارخص منتج فعال تحت الميه. ارخص منتج فعال، ارخص منتج فعال تحت الميه، مهم قوي. هنرجع لكل الامور دي، بس خليني اسمع من الاستاذ محمد عبود المشرف العام على مسابقه ار او في. انا لسه هو سامعها دلوقتي، يقول لي برضو يعني حطنا في الصوره اكتر. يعني خلينا برضو نشرح المسابقة بشكل أوضح عشان شباب دخلوا على طول في يعني إيه تصميم غواصة. شباب بقى. الار او في دي تكنولوجيا موجودة في العالم، تواجدت أول مرة في الخمسينات، ولكن تطورت بشكل كبير جدا في العقود الأخيرة من القرن العشرين. الدور الأساسي للجهاز ده إن هو ينزل تحت المية ويقوم بمهمة أيا كان نوع المهمة. بعضها بتستخدم في قطاع البترول عشان يحط البريمة تحت المية، بعضها بتستخدم في استكشاف المراكب الغرقانة أو السفن الغرقانة أو أي حاجة وقعت تحت المية. حتى الحادثة المؤخرة اللي كان وقع فيها الطيارة المصرية اللي طلع الصندوق الأسود كان ار او في، وكان جاي من فرنسا. فاستخدامات الار او في كل فترة بتزيد أكتر وبتبقى أقوى بكتير، وللأسف مصر في المجال ده كانت بعيدة عنه تماما، لأنها تكنولوجيا متقدمة جدا وصعبة جدا. حتى تتكلم على جهاز بينزل لعمق 2000 و 3000 متر تحت سطح المية. احنا ممكن بطريقة يعني شوية ساذجة نقارنه بالمنظار اللي بيستخدم في العمليات الجراحية.
انه ينزل يكشف يعني ما بيبقاش فيه بشر صح؟ ما هو الار او في ما فيهوش بشر فعلا، هو منظار ضخم حجم شويه جدا وبينزل على شويه اذرع وليه دراعات بقى عشان يعرف ينزل تحت خالص ويعمل مهمه، وفعلا من فوق بيبقى فيه شاشه بتشوف انت من خلالها في ايه تحت الميه. طب في نماذج لحوادث معينه زي ما حضرتك قلت مثلا حادثه مصر الطيران اللي هي الطياره اللي كانت جايه من فرنسا، الحادثه بتاعت سالم اكسبريس اللي حصل فيها غرق كبير دي كانت 92 سفاجه كان اللي نزل طلع كل حاجه كان ار او في برضه. ده في الحوادث بقى نيجي نتكلم في التطبيقات الصناعيه كويس. كل مثلا ابار البترول اللي اكتشفت بتاعت الغاز كلها ار او فيز بتنزل تحت وتستكشف وتحفر بريمه، كل تكنولوجيا استكشاف البحار ار او فيز، فهو عنصر فعال جدا في مساله الكشف عن البترول والغاز والاثار الاثار الغارقه اللي بتتوجد في اسكندريه وفي منطقه ابو قير كلها ار او فيز. كل التكنولوجيات دي الار او في. عشان كده حتى ده كان سؤال مهم، ليه احنا مهتمين الفتره الاخيره دي بالكلام ده؟ لان العالم كله بدا ينظر، احنا مسطح الكره الارضيه 72% منه بحر. كل ده لم يكتشف، لسه في كتير يتعمل فيه. يمكن عشان كده وكاله الاستكشاف ناسا، بعض الناس يقول لك ناسا بتبص للفضاء، لا ناسا وكاله استكشاف وليست وكاله فضاء فقط. فعشان كده بعد ما نجحوا ان هم يستكشفوا الفضاء بشكل كبير لقوا ان لازم ننزل لاعماق البحار في مصر ونستكشف مساحات اكبر ونتعرف على حاجات اكتر، لان البحر بيحوي اسرار تغير شكل الكره الارضيه ككل. فعشان كده كان مهم جدا الاهتمام بالتكنولوجيا دي، فبدات المسابقه دي في امريكا من سنه 2002. كويس. احنا في مصر في 2011 نجحنا ان احنا نقنع المنظمه الدوليه ميت بالتعاون مع ناسا ان احنا ننظم نهائي مصري، وكان طبعا الكل متخيل في بدء الامر ان احنا يعني بنتيح فرصه لدول العالم ثالث انها ايه تتواجد وخلاص يعني. وكانت اول تجربه لينا في 2011، يمكن الفرق المصريه طلعت ال 18 على العالم، فكان يعني المركز متاخر شويه، ولكن الولاد رجعوا بعزيمه اكبر، لا احنا عندنا القدره واحنا مش بعاد عن كده. بالمناسبه فرق العالم اللي بتتنافس كلها دول عالم اول، امريكا، المانيا، انجلترا، فرنسا، كندا، كلها دول بتنافس في تكنولوجيا. ومصر خدت مكانها واحنا في 2018 دلوقتي. احنا 2011 كانت الناس بتنظر لينا يعني مين دول اللي جايين. السنة دي واحنا بنحصل على المركز الاول والثالث المسرح كله وقف يسقف لنا. ده الكلام ده كان في الاحتفالية اللي اقيمت فين؟ في امريكا؟ في سياتل في امريكا، ده النهائي الدولي كان في سياتل في ولاية واشنطن. في ولاية واشنطن تمام. كان لو انا مش غلطان يعني فيها مصانع البوينج. فيها البوينج، ده حاجة رهيبة، من كبرى المدن الصناعية في شمال امريكا. واحنا كان لجنة التحكيم فيها ار ان دي مانجرز في بوينج وار ان دي مانجرز في ناسا، وانبهروا بمستوى اداء الطلبة وامكانياتهم وشغلهم العالي جدا بصراحة. استعرض معلوماتي في الانجليزي بعد اذنك. اتفضل. ار ان دي للي ما يعرفش يعني ريسيرش اند ديفلوبمنت. صحيح. مظبوط ولا غلط؟ صحيح. في ناس بتبقى قاعده بحوث وتطوير، اول ما يقول ار دي طبعا في ناس طبعا اكيد متخصصه. لا صحيح. بس لمن يراعي البحوث والايه والتطوير. والتطوير والتطوير في الشركات الكبيره دي. حلو قوي. جه بقى دور الشركه اللي بتدعم هذا النشاط وهي شركه وي، ونجلاء سمير رئيس قطاع المسؤوليه المجتمعيه موجوده معانا. ايه اللي بيخليكم تدعموا مسابقه زي دي او اخترتوها ليه؟ اكيد في امور اخرى تانية تستحق الدعم برضه. اكيد احنا بنشتغل في المسؤوليه المجتمعيه في وي في مجالات كتير قوي، في الصحه وفي تطوير المجتمع وتنميته، مشاريع كتير قوي زينا زي شركات كتير كبرى. بنيجي عند الشباب احنا بنهتم بيهم وبنحط لهم على اولوياتنا. مع المسابقه بتاعه الار او في لما اتعرضت علينا اكشلي، يمكن دي ليها علاقه شويه بالتكنولوجي اللي احنا بنقدمها، ده الكور بزنس بتاعنا، ده الشغل بتاعنا، احنا تكنولوجي اتصالات، عندنا كابلات بحريه، فاحنا كمان لينا احتياجات للار او في. يعني الروبوتس هي اللي بتصلح الكابلات البحريه تحت الميه اما بيحصل فيها في الاعماق، فهي مع شغلكم بالظبط يعني. كده بالظبط. فلما ابتدينا معاهم في المسابقه العربيه اللي كانت التصفيات المحليه عندنا هنا كانت في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والبحريه يعني في اسكندريه في ابو قير، ده كانت متقدم فيها تقريبا 50 فريق وكان معاهم من فرق مصريه ومن دول عربيه، وبالفعل كان فاز فيها فريق فورتكس وام اي اي، وساعتها اتاهلوا يعني للسفر للتصفيات العالميه في سياتل. احنا لما ابتدينا معاهم
كنا منبهرين جدا بالنتائج اللي حققوها، ما كناش متصورين كده. فقلنا لا احنا مكملين معاكم مش هنسيبكم، لان ده دورنا ان احنا نقف معاهم لغايه ما نوصلهم للعالميه. هو ده دور الشركات في مصر، لازم انها تدعم الابتكار والتطوير والشباب علشان يقدروا انهم يطلعوا احسن ما عندهم. لازم يكون في احتكاك خارجي، لازم يشوفوا الدنيا كلها بتعمل ايه، والناس كلها تشوف مصر فيها شباب قد ايه قادرين ان هم ينافسوا عالميا. وزي ما احنا ودكتور عبود عندنا كده سلوجن دايما نقول عليه، احنا عايزين نعمل تكنولوجيا عالميه بايدي مصريه. وهم شباب زي الفل، وانا معاكي استاذه نجلاء، ويعني عايز اقول فخر لينا واحنا ماشيين معاهم بقى في الطموح اللي جاي، علشان دي ما هياش نهايه المطاف، دي بدايته بس. خلينا قبل ما اوجه رسالتي للشباب الجميل ده، لان انا اللي عارفه كمان ان هم تم تكريمهم على اعلى مستوى من القياده السياسيه من الرئيس في مؤتمر الشباب، وهنتكلم برضو على ده، بس خليني الاول اعرض تقرير يحطنا في الصوره عن رحله هذا الشباب المصري اللي انا فخور بيه جدا لسياتل في الولايات المتحده الامريكيه. يا اخي النجاح حلو برضه، يعني لحظات كده الواحد جسمه اشعر، رافعين ما شاء الله علم مصر، واول ما اتنطق اسمهم القاعه كلها ضجت بالتصفيق، وهم طلعوا شباب منور زي الورد، استلموا التكريم او الجائزه. والحقيقه يعني اللي بيتابعنا دلوقتي بس عايزين نقول ان الشباب دول خدوا مراكز متقدمه، مركز اول ومركز ثالث
في بطولة عالمية أجريت في الولايات أو منافسة دولية في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة سياتل، والمجال هو تكنولوجيا الروبوتات البحرية لو أنا مش غلطان. صحيح. وسؤالي هو إيه مستقبل الشباب ده؟ إيه طموح الشباب ده؟ إزاي ممكن تستفيد منهم مصر أكتر وأكتر؟ أستاذ عبد الله عمرو من الفريق اللي هو طالع المركز الأول على العالم، أنا بقولها لك دايما وأنا سعيد جدا، فريق فورتكس، إيه رأيك في الأسئلة اللي أنا طرحتها دي؟ هو احنا بالنسبة لنا حاليا كطلبة احنا شايفين ان احنا الحمد لله حققنا انجاز كبير جدا ورفعنا اسم مصر في اقوى مسابقة الغواصات، فاحنا الفترة الجاية ابتدينا نفكر ان احنا ليه ما نمشيش في تراكين، تراك المسابقات والتراك ده بيبقى تحته ان احنا نبتدي نعلم ناس تحتنا، طلبة شباب جداد نفس الخبرة اللي احنا وصلنا لها والمعلومات اللي احنا وصلنا لها، بحيث ان هم يبتدوا يدخلوا المسابقة دي تاني ويشاركوا فيها ويشرفوا اسم مصر. التراك الثاني اللي احنا بنفكر فيه ان احنا ليه ما نبتديش نعمل منتج اندستريال يساعد شركات فعليه عايزه المنتج ده على ارض الواقع، يعني ليه محليا ليه بدل ما يجيبوها من بره. بالظبط، بدل ما يجيبوها من بره. الجهاز اللي بينزل لعمق 2000 متر بيكلف 50 مليون دولار 50 مليون دولار. الجهاز الواحد وبالتالي دي ميزانيه ضخمه جدا جدا لو توفرت الروبوتات محليا، فانت بتعمل انجاز ضخم يعني. طبعا. فاحنا عندنا احنا شايفين ان احنا عندنا الديزاينز والحاجات العلميه اللي تقدر تخلي المنتج ده يحصل على ارض الواقع، بس اللي ناقصنا هو الفند او الحد الشركه الراعيه اللي تيجي تقول لنا انا واثق فيك ان انت تطلع لي المنتج ده بنفس الامكانيات اللي هتبقى موجوده بره. طب انا عندي سؤال دكتور محمد عبود وأرجو أنك أنت تعذرني على صراحتي. الطموح ده فوق راسي وأتمنى أن أنا أغمض عيني وأفتح عيني ألاقيه موجود على أرض الواقع من هذا الشاب اليافع، بس إحنا لو أنتجنا منتج زي ده هل هيكون مطابق للمواصفات العالمية؟ إحنا حاولنا مثلا يعني مش من غير ذكر أسماء عشان أنواع الموبايل يعني أنت عارف أنواع الموبايل يعني حاولنا نخش في المجال ده، بس ما افتكرش ان حتى العالم هيسيبك انك انت تدخل في وتلعب معاه في الامور الكبيره دي. هقول لك تجربه لان انا يعني في الامر ده بقى لي اكتر من 18 سنه وعندنا تكنولوجيات تم تصنيعها. بس المخاوف دي مشروعه ولا لا؟ مشروعه، ولكن لازم ندخل فيها زي ما قلت بحذر وبثقه، بمعنى اولا انت بدات ببناء الكفاءات، فانت عندك الكفاءات، الكوادر عندك، الكوادر عندك كونتها، محتاج تجتذب صناعات دولية تعمل تكنولوجي ترانسفير، نقل تكنولوجي. يبقى عندك الكوادر وعندك نقل تكنولوجيا بيحصل. الجزء الثاني ان انت برضو ما تخشش فاتح صدرك، يعني ايه؟ انا مش هخش انافس في المنتجات اللي بتنزل ل 3000 و4000 متر تحت سطح البحر لانها متطوره جدا وصعبه جدا ومش هعرف احصل على الكومبوننت او المكونات بتاعتها. ولكن في نوع اخر من الار او فيز بينزل لعمق 200 و300 متر، ده اللي بيسموها اكسبلورر ار او في او ار وهي بتاع استكشاف. ده اللي يستخدم في التعرف على الاثار، فممكن تبدا بيه والولاد بامكانياتهم الحاليه وقدرات المكونات المتاحه في الاسواق العالميه يعرف يعمل حاجه بهذه الجوده وهذه القوه. محمد صبري ما اتكلمش عشان انا قربت اختم، معلش عايزك تقول لي في اختصار شديد طموحك ايه لبكره. احنا كفريق، انا اتكلم عن فريق، احنا الفريق بتاعنا اتكون 2011 وبندخل في كذا مسابقه يعني غير ار او في، بندخل مسابقات ارضيه زي روبوكون واي ار سي ومان سوبر، حققنا مراكز عالميه غير المركز دوت يعني، بس ده كان افضل مركز حققناه وده اجدد واحد فيه. اللي احنا بنعمله ان احنا بيبقى الفريق بتاعنا فيه من كذا سن، في سنه اولى ثانيه ثالثه رابعه، بحس الناس بتاعت سنه رابعه لما تتخرج ما الفريق ما يوقفش على كده، تبدا نقل الخبره من الناس بتوع سنه رابعه اللي طالعين بقى من تحت اكيد، والناس اللي بتتخرج بتكمل يعني. ما فيش حد. انت في سنه كام؟ انا في سنه رابعه اتخرجت. خلاص اتخرجت، الف مبروك. وعبد الله؟ انا في سنه ثانيه داخل ثالثه ان شاء الله. داخل ثانيه يعني باشمهندس برضه لازم. استاذ نجلاء سمير رئيس قطاع المسؤوليه المجتمعيه في شركه وي، ناويين تعملوا ايه؟ برضه نفس السؤال، مستقبلا هتمشوا مع نفس المجال ده ولا هتختاروا قطاع اخر من شباب بيشتغل في مجالات اخرى؟ لا، احنا ان شاء الله باذن الله مكملين معاهم. مسابقه الار او في دي من اقوى المسابقات العالميه في مجال الروبوتس السابمارين،
ان شاء الله مكملين معاهم، في فرق تانيه هتطلع، في شباب تاني بيدخل جديد، لازم يلاقوا دعم مننا ومن غيرنا من شركات قطاع الاعمال الموجوده. فلازم احنا لو مش موجودين مين هيساعدهم ويقدر ان هو يسبونسر التولز اللي هم بيستعملوها والادوات اللي بيستعملوها عشان يعملوا الروبوتس او علشان يسبونسروا السفر؟ السفر ده مكلف جدا، لازم الشركات دي تقف وتدعمهم، تديهم الفرصه ان هم يقدروا ينافسوا عالميا. انتوا خطتكم ايه؟ خطتنا في مستقبل معاهم ولا هتختاروا يعني حاجه تانية؟ يعني كده انتوا بتوصلوا معاهم وتروحوا لمجال ممكن تاني يبقى له علاقه بشغلكم؟ لا احنا برضو شغالين بارالل للشباب في مجالات اخرى متعدده. يعني احنا بنعمل اساسا تريننج لطلبه كليات الهندسه عندنا على احدث التقنيات، كل سنه بندرب حوالي 2000 طالب. عندنا حاجات تانية بنعملها للشباب، بنعمل مشروعات صغيره، بنعمل لهم مبادرات اخرى كتير، انما ده مش معناه ان احنا هنوقف شغلنا في الار او في معاهم. لا مستمرين في احنا مستمرين لان كل شويه، يعني هو محمد اتخرج السنه دي اخر سنه، فهو في غيره هيدخل وهيكمل مسيرته، هيكمله هيبدعه في حاجات تانية. فاذا انتوا في خطوط متوازيه ماشيين في نفس النسق، دعم الشباب ودعم التكنولوجيا وحاجات تكنولوجيه وفي مبادرات تانية بس احنا مش حابين نفصح يعني عنها قوي دلوقتي لينكن. بس برضه في مجال التكنولوجي وبرضه مدعم فيها الشباب ان شاء الله. كل التوفيق ليكم ان شاء الله مستقبلا، وكل التمنيات الطيبه للشباب الحلو اللي شرفني ببرنامج اخر النهار. انا بشكركم جدا والله يا جماعه، وبقول لكم الف مبروك وربنا معاكم في المستقبل. عبد الله عمرو من فريق فورتكس الاول على العالم، محمد صبري قائد فريق ام اي اي الثالث على العالم، والدكتور محمد عبود المشرف العام على مسابقه ار او في العربيه والمحليه. والار او في لمن يعلم ايه هو الار او في يا جماعه، هو ده التكنولوجيا الروبوتات اللي هي تحت المايه. يعني طلعنا برضو بحاجة مفيدة يعني. الحقيقة بشكر أستاذة نجلاء سمير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات وي، ولو كان في جمهور كان زماننا بنسقف لهم، فما فيش جمهور فأنا اللي هسقف لهم. شكرا ونورتوني. شكرا. ونشوفكم على خير، وشكرا لكم على المتابعة. وبعد الفاصل هنتكلم في موضوع مهم جدا، مشروع قانون بنك الأعضاء، هل يحق للمستشفيات نزع أعضاء المتوفى دون الرجوع لذويه كده؟ هنشوف بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. دلوقتي بنناقش موضوع على قدر كبير من الاهميه، وبنطرح السؤال التالي: هل يحق للمستشفيات نزع اعضاء المتوفى دون الرجوع لذويه؟ ده اللي هنناقشه النهارده. واللي حصل كان في ضوء وقع حصلت مؤخرا بشان نزع قرنيه مريض متوفى، اثارت جدل كبير جدا في المجتمع الاسبوع اللي فات. خلوني ارحب بضيوفي، الدكتوره شيكو لجنه الصحه بمجلس النواب وهي صاحبه المشروع. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بحضرتك واهلا، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين واسره البرنامج. برحب بالاستاذ جمال الشويخ عضو مجلس النواب، اهلا بك سياده النائب، مساء الخير. مساء النور يا فندم. وبرحب بالاستاذ محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء. طيب احنا عندنا على فكره بث مباشر مع اسره المتوفى اللي اتهمت مستشفى قصر عين بسرقة القرنية بتاعته بعد وفاته من غير إذن الأهل. هنتنقل ليهم بعد دقايق يعني، بس تعالوا بسرعة يعني نوضح لمن يتابعنا الموضوع عبارة عن إيه. حضرتك يعني بتهدفي لإيه من المشروع؟ أولا المشروع اللي أنا قدمته مش سرقة قرنية ولا حاجة. المشروع اللي أنا قدمته في دور الانعقاد الثاني إن أنا إنشاء البنك الأعضاء، إنشاء بنك الأعضاء زينا زي أي دولة في العالم. دي هتتيح الفرصة للغير قادرين إن يتنقل لهم أعضاء، يعني دايما نقل الأعضاء للقادرين اللي بيقدروا يدفعوا. طب أنا لو أنا عملت بنك الأعضاء ده ممكن الناس الغير قادرين يقدروا ينقلوا كلى او الى اخره. الغسيل الكلوي 3 سنين
تكلفته قد تكلفه نقل كلى. طيب يبقى هيوفر على الدوله من ناحيه ثانيه فلوس كتير، لان اللي بيغسل كلى بيغسل 20 سنه. بس ما المصدر بتاع بنك الاعضاء ايه؟ مش ان انا اسرق الاعضاء، لا، ده احنا عندنا قانون 5/2010 بينظم هذه العمليه، وانبثقت منه اللجنه العليا لزراعه الاعضاء. وهقول بردك منوطه بايه؟ القانون بتاعي او الاقتراح برغبة بتاعي ان احنا البني ادم نفسه ممكن يكتب وصية ويوثقها في الشهر العقاري، ان هو مثلا بعد وفاته يكون بمحض ارادته ووصية منه، وهياخدوا منه قرنية، هياخدوا منه عضو معين، هياخدوا، يبقى ليس لديه مانع ويوثق. وانا بطالب برضك وزير العدل يبقى فيه توافق يسهل للناس اللي عايزه تعمل كده. يعني في الايام اللي فاتت في ناس فعلا عملت، والسنه اللي فاتت لما الوزير الصحه خد بالاقتراح برغبه وابتدى يقول هنشئ بنك الاعضاء، في قص اسمه ايوب مش عارفه من منيا او من بني سويف كان رايح فعلا يوثق وصيه بذلك، بس قالوا له ما فيش الكلام ده. فانا بنك الاعضاء اساسا مش من المتوفين بدون اذن، لا طبعا. اولا حتى يعني احتراما لما اولا عن موضوع الاصل يعني ده، لا انا مش موافق منه، كان انا مش موافقه لهذا الكلام. لانه ليه؟ هقول لك ليه. اولا ده بيصادم مع الدستور. في قانون سنه 72 62 و2003 و2008 بيقول ياخدوا القرنيه بدون اذن، ولكن انا عندي الدستور 2014 بيقول حرمه الجسد، يبقى انا ما اصطدمش مع الدستور. الحاجه الغير دستوريه تبقى طيب. لازم يبقى فيه تشريع جديد. خليني ارجع لك تاني، بس عندي التزام، التزام ان انا اروح بسرعه لاسره المتوفى اللي اعترضوا على مساله نزع قرنيه المتوفى قريبهم. ومعايا مراسلنا عبد الرحمن ياسين، يا ريت في عجاله. عبد الرحمن هو موجود في منطقه عين شمس بالقاهره، يا ريت في عجاله يا عبد الرحمن تقول لنا يعني، او لو هتجري حوار سريع عشان ارجع لضيوفي في الاستوديو، تقول لنا موقف اهل هذا المريض ايه من الواقعة اللي حصلت من أيام مع أهل المتوفى. أصلا مساء الخير يا أستاذ معتز، تحياتي ليك ولمشاهدي آخر النهار في كل مكان. بالفعل أنا موجود في منطقة عين شمس مع في منزل أسرة محمد عبد التواب اللي كان عنده 48 سنة، اللي توفى في القصر العيني وأخذت قرنيته. أنا معايا أخوه ووالدته. خليني أبدأ بأخوه ويقول لنا وصلته بالمحضر أو البلاغ اللي عملته لحد فين. الموضوع دلوقتي في ايدين النيابه، وانا واثق في نيابه بلدنا والنائب العام، وقالوا لي ان هيعملوا لجنه من وزاره الصحه عشان يشوفوا السبب الوفاه ايه في المستشفى، وموضوع اخذ القرنيه ده قانوني ولا لا في المستشفى هناك في القصر العيني، وموضوع نزيف العين ده ناتج عن ايه. وهو رئيس النيابه اللي قال لي كده. ده انتوا معترضين على ان المستشفى القصر العيني اخذت القرنيه بتاع اخو حضرتك؟ ما ده احنا يا فندم قالوا لنا يا فندم الموضوع قانوني، او قالوا لنا حتى ان هتنقذ طفل او اي حد، بس ما قالوا لناش اي حاجه، ولا قانوني ولا اي حاجة، ولا مسؤول من المستشفى قال لنا كده، ولا اي حد من المستشفى وجهنا للطريق الصح حتى وهم ماشيين قانوني. احنا توجهنا اللي احنا رايحين نستلم اخويا ونشوفه بالمنظر دوت، ودم العين نزفت 12 ساعه متواصل، ده مش اخذ قرنيه عين خالص، ان قرنيه العين دي عامله زي عدسه زي اللانسس كده، ما بتعملش اي شيء بتختش العين ذات نفسها. استاذ احمد خليني ارجع للام، استاذ معتز خليني ارجع للام في الموضوع ده. امي انت استقبلت الموضوع ده ازاي؟ انا استقبلناه بصراحه يعني جانا انهيار عصبي من العذاب، يعني تعذبنا يعني دخلنا عليه، قلت نفسي اشوف ابني يعني عايز اشوفه قبل ما يدفن يعني وكده ياخدوه. دخلنا عليه كده فتحوا لنا ودخلنا عليه بالعافيه كده، لقيناه بصراحه الدم بيخر من عينيه وبينزف وعينيه مش موجوده، قرنيه مش موجوده بصراحه. اتذبحنا بسكينه كده. ابنه دخل عليه برضو عنده 11 سنه، طلعنا الواد ما مش عارف يتكلم صغير. طب اللي وجعك كأم أكتر، سرقة القرنية نفسها ولا حالة الوفاة بتاع ابنك؟ حالة الوفاة والقرنية الاثنين. يعني يا أمي أنت لما دخلتي على ابنك وشفتيه بالمنظر ده، إيه اللي وجعك أكتر؟ إن هو ابنك جثة قدامك ميتة، ولا إن هو القرنية بتاعته مش موجودة؟ لا القرنية مش موجودة بصراحة، هي اللي دفعتني دي. لو لقيناها بحاله كده
كان قلنا امر الله، ما كانش حصل لنا اللي حصل ده كله. شكرا جزيلا استاذ معتز، ده كان رد فعل اهل اسره المتوفي. ارجع لحضرتك في الاستوديو لو في اي سؤال مطروح للضيوف هنا. شكرا مراسلنا عبد الرحمن ياسين مع اهل المتوفى محمد عبد الوهاب واعتراضهم على ما وصفوه بسرقه قرنيه قريبهم في مستشفى الامر العيني القصر العيني، وهو الموضوع اللي بيتم التحقيق فيه حاليا. شكرا لعبد الرحمن وضيوفه من منطقه عين شمس من القاهره. هروح للاستاذ جمال الشويخ عضو مجلس النواب. سياده النائب، في كذا موضوع. اولا يا ريتك تعقب لي على الحاله اللي بدا عليها اهل هذا المتوفى. شوف حاجه، انا هتكلم بس في اول نقطه عايز اطرحها على سعادتك والساده المشاهدين. في قاعده فقهيه بتقول جسم الانسان لا يخضع لاي تعاملات قانونيه لانه ليس ملك له ولا يقدر بثمن. دي قاعده فقهيه. ولا ملك حتى لاسره المتوفى، ولا ملك لاي حد، هو ملك ولا للاسره نفسها. لا طبعا، ده دي قاعده فقهيه. حتى لو عمل وصيه يا فندم، الوصيه سجلها في شرع عقاري على حسب كلام الدكتوره شاديه. مع اختي الزميله وكل حاجه، بس الوصيه لا تجوز في شيء انت لا تملكه. انت بتوصي بشيء، بس هنتكلم حته دينيه ولا نتكلم في الوضع اللي احنا فيه؟ ما حضرتك اتكلم في كله. هنتكلم في كله. لقد كرمنا بني ادم، ربنا قال افرايتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. فربنا هو اللي خلق الانسان، كان يقدر يخلقه ناقص حاجات كتير، ولكن خلقه على الهيئه اللي هي موجود فيها. فانت ما تملكش تاخد شيء مش بتاعك، ربنا وهبه ليك، ولا لاسره المتوفى. بس لو دار الافتاء او المؤسسات الدينيه بتاعتنا افتت بهذا، مش هتقدر حضرتك انك انت تستخدم هذا المنطق، لان هم فاهمين اكتر. ما اقدرش اتكلم في الدين، ولكن بقول لحضرتك طب القاعده الفقهيه اللي بتقول كده، انا هطالب دار الافتاء انها تفسرها لي. بس جسم الانسان في القانون لا يقدر بثمن، فلذلك لا يتم التعامل عليه باي وجه من الاوجه، لا سبيل الهبه ولا العطيه ولا المنحه ولا التبرع. طيب فانت لا تملك شيء، ازاي هتفرط فيه؟ مع احترامي الكامل لاسره المتوفى. يعني ممكن واحد ما يتبرعش لاخته لو عندها فشل كلوي، ده برضك يبقى حرام؟ ست كل رغبه واختيار. ما هو انت على رغبة على واختيار. نفس الفقه دي يقول جسد الانسان ده مش ملوش دعوه بيه، حتى لو اخته يعني مثلا هيديها سؤال مهم. كلا ما هو سؤال مهم، انا فاهم كل حاجه. يعني ولكن لو على المنطق بتاع حضرتك لا أنا يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز. او على القاعده الفقهيه يبقى لا يجوز ان جسم الانسان ليس ملك للانسان، ولكن هو الملك من خلق الانسان. ودي طبعا انا مش هقدر ممكن تدخل معانا في الحوار. النائب حضرتك نائب بالبرلمان، بيبقى دايما البرلمان وظيفته الاساسيه الرقابه والتشريع، فالفقه هنسيبه لاهل الفقه. قول لي بقى من وجهه نظرك كنائب بالنسبه للتبرع وانشاء بنك في ظل الظروف اللي احنا فيها للاعضاء، هنفتح مجال المتاجره. هنتكلم ممتاز، هيمنع المتاجره يا فندم، هيمنع المتاجره يا فندم. طب انا لما يكون عندي بنك اعضاء وطني هروح اشتري ليه وانا عندي بنك اعضاء؟ طب ما نزرع، احنا مش مجبرين ان احنا نعمل بنك اعضاء. يا فندم اللي معاه فلوس هو اللي بيزرع. ايوه حضرتك قلت اللي معاه فلوس عايزينه يزرع برضك. ما هو يزرع على حساب مين يا فندم؟ في قانون 5 لسنه 2010 اللي هو بينظم زراعه الاعضاء، وانبثقت منه بينظم زراعه الاعضاء، وانبثقت منه لجنه اسمها اللجنه العليا لزراعه الاعضاء. اللجنه دي مهمه جدا، وانا بقولها لكل الناس اللي عايز يتلقى لازم يبقى معاه فلوس. وليس التبرع، في فرق بين الزراعه. اتفضل يا فندم. اسمع الاستاذ محمد فؤاد، محمود فؤاد، وهو رئيس المركز المصري للحق في الدواء. اتفضل يا فندم. طيب بس استاذ معتز، احنا ليه وصلنا للجدل اللي احنا فيه ده؟ تعال نتكلم بقى. احنا كنا طرف في احد القضايا دي في 2015. نفس القصه بالظبط حصلت، وانتقلنا لنيابه السيده زينب، والمسؤولين بتوع القصر العيني جم معاهم سند قانوني، الكتاب الدولي، النيابه العامه. معناه اللي بيحصل من زمان. ووزير العدل، ومعاهم فتوى من الازهر بتبيح لهم الكلام ده كله. في مستشفيات معينه من ضمنهم الازهر، هم اربع من ضمنهم القصر العيني، هم اربع مستشفيات. العمليه دي بتحصل تقريبا من 40 سنه. سواء المره دي نتيجه ان المريض زي ما الدكتوره قالت عنده سيوله دم نزف من عينيه، بياخد مواد مسيله. لكن على الارض بقى في ايه؟ في مصيبه كبيره وكارثه كبيره، ومحدش هيساعدنا، احنا لازم نساعد نفسنا. ولازم نكون صرحاء جدا ونغلب العلم كويس عشان ما نقعدش بقى في الجدل والتضارب. قرنيه عندي 47,000 واحد مسجلين في المستشفيات منتظرين الدور بتاعهم. فيهم 16 شهر اعلى قائمه
انتظار. طيب الناس دي انت هتجيب لها منين قرنيه؟ هتستورد؟ طيب بحسبه بسيطه كده احنا محتاجين 27 مليون دولار عشان تكفي 47، في حين ان منظمه الصحه العالميه اصدرت تقرير في 2017 بتقول ان في مليون مصري مهددين بعتمه العين، هيخرج منهم عدد مؤلف من بالالافات لنفس القصه القرنيه. طيب ده يعني عايز تقول ان مفيش امكانيات ماديه خالص في مصر انها تستورد القرنيه؟ انا شايف ان الناس المرضى دول بيعذبوا فندم ب 17000 غير العمليه. جدا 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 17000 ثمن القرنيه غير العمليه 10000 يبقى 27 30000 جنيه للقرنيه. طب انا عايز اسال سؤال. طبعا في حين هجيبك بعد اذنك. اتفضل. في حين ان من سنه ونص كده صدمنا بتقرير منظمه عالميه مشهوره في مكافحه الاتجار عن البشر اللي هي كوفس، بتقول ان مصر تقريبا بقت في المركز الثاني في تجاره الاعضاء. أيوه. وبتحذر وتقول لازم يكون في قوانين رادعه. بالظبط. في حين ان ممكن تلاقي في 6 صفحات على الانترنت مطلوب كليه للبيع، مطلوب كبد للبيع. احنا امتى بقى نقعد ساكتين وشايفين الموضوع ده؟ انا ايه اللي يضرني بعد وفاتي ان عيني ما تروحش لواحد من اقاربي او واحد يتمتع بجنسيه جمهوريه مصر العربيه ولا ياكلها الدود؟ ايهما؟ برافو عليك. ايه الاليه اللي انت هتنفذ بيها هذا؟ هل هتعمل باقتراح السيده الدكتوره شاديه؟ دكتوره شاديه انا ما سمعتش يعني ما بتقول لك بيكتب وصيته وتسجل في الشهر العقاري عشان تبقى موثق. احنا عندنا تجربه بنك اللي هو بنك الخلايا الجذعيه تقريبا بنفس الحكايه في حوالي بالظبط في العالم كله موجود 72 دوله فيها بنك الاعضاء، ولكن الخوف من كوربشن الفساد او التلاعب. انا لو اخاف كل حاجه في التخويم مش هعمل حاجه. اه بالظبط كده، دي لازمها نظم حاكمه بالظبط. عايزه لكن لازم تشريع قوانين لازم نبدأ. انما لازم حضرتك مش عايز تكون ضد الفكره او ضد الخيال، يعني لازم يبقى فيه نوع من بره الصندوق شويه. السماويه حست على الرحمه. تمام. الرحمه ان احنا نتلاقي حلول. كلام مهم جدا. سياده النائب جمال الشويخ عايز يعلق. انا عايز اسال بس سؤال واحد. اتفضل يا استاذ. اولا يعني اقول لحضرتك حاجه، مين اعطى الحق للمستشفى انها تعمل كده؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، انتوا حضرتكوا بتقولوا ان انا اكتب وصيه بالنسبه لايه؟ لشيء انا ما املكوش اساسا. احنا دخلنا في حته. ما تقولش حضراتكم، انا بره الموضوع. الدكتوره هي اللي صعبه. الدكتوره ولا استاذ زميل فاضل؟ لا هو الراجل استاذ محمود بيقول لك. طيب سؤال تاني. انا عايز اقول لك الوضع انا الوضع ضد هذا. اللي اتعمل لسبب، واقول لك المشكله فين هنا. انا عندي قانون قديم بتاع 62 بتاع 62 بيبيح ذلك، ولكن انا عندي دستور جديد في 2014 بيقول في حرمه للجسد. 64 بالظبط، في حرمه للجسد. يبقى اذا في تضارب، يبقى الحل يعني ايه يا سياده النايب؟ المستشفى تاخد القرنيه من غير ما تستأذن يا فندم؟ ده قانون 62 وده هي استندت ليه يا فندم؟ بيستندوا لي، ولكن انا عندي ابو الدستور الحالي بتاعي ايه 2014 بيقول حرمه الجسد، يبقى ده بيتضارب مع ده. يبقى انا لازمني ايه؟ تشريع جديد واخد بال حضرتك ينظم هذه العمليه عشان تكون قانونيا. واولا واخيرا في حاجه اسمها بيشنت رايت. بيشنت رايت يعني حقوق المريض. حق المريض. يبقى انا المريض لازم ياخد حقه، واهله ما يتفزعوش كده وما يشوفوش المنظر ده ليهم حق برضك. يبقى كان المفروض يعلموا بذلك، يعلموا بذلك حتى لو قانون 62 بيحميهم بيحمي المستشفى، لكن من حقهم ايسيكالي لازم كانوا يعرفوا. وعلى فكره مصر معطاها، كانوا ممكن يوافقوا، كانوا ممكن يوافقوا يعني. على فكره كانوا ممكن يوافقوا بس ما يصدقوش. بس الاهل واضح ان عندهم علامات استفهام على طريقه الوفاه. ما هو حضرتك هم دلوقتي خايفين لما لقوا فيه سيول. انا بس بطمنهم من النقطه دي. هو المريض كان مريض قلب، فبياخد اكيد مواد مسيله للدم زي الكليكسان والى اخره، علشان ايه؟ دي بياخدها مريض القلب. فهو لما حصل اتخذت القرنيه في سيوله اساسا عنده من الادويه اللي كان بياخدها. فظهر ليه هم بيحصل زي ما بيقول من سنين ومحدش خد باله؟ خدوا بالهم ده ليه؟ علشان السيول، الدم اللسان، لانه هو بياخد سيوله. تمام. استاذ جمال عندك رد؟ وانا عايز اسال بس
سؤال، انتوا بتقولوا لما الشخص ده توفى، هل لو الشخص ده موجود على قيد الحياه كان هيوافق على اللي انتوا بتعملوه، ولا احنا بنعاقبه ان هو توفى؟ لازم يوافق يا فندم، ما يقدرش يوافق في حاجه هو ما يملكهاش. هو يدي وصيه، هو لا، ما انتوا قلتوا ممكن يجوز اللي اتاخدت منه القرنيه. انا ما بتكلمش على القرنيه، انا بتكلم في العموم، ان انتوا تعملوا وصيه ان انا اوصي بيها يا فندم، حتى لو كانت موافقه من يا فندم، وصيه باطله صدقيني، لا تجوز، لان الانسان لا يملك جسده. هو راي الافتاء، ما هو في راي وفي راي، انا اسف يعني، في راي وفي راي. لا معلش، ما فيش راي، مش عايزين نخش في عندنا مؤسسات تبع الدوله الناس، هو والله مش عايزين نتكلم. ست النائب، لازم يبقى في، عشان ما يبقاش في نوع من التشتيت، بس يا جماعه احنا لازم ندعم مساله ان احنا يبقى عندنا مرجعيه واحد في الدوله دي، وانا مش هروح لكل واحد يفتي لي يا فندم. دار الافتاء مليانه، او الازهر او المؤسسات الدينيه قالوا كذا، يبقى خلاص. ما هو اختلاف العلماء برضه والفقه يا فندم، انا لو اخلص كل حاجه مش هعمل، هنخش في جدل بقى. يعني هقول لحضرتك حاجه، حضروا في مناقشه القانون خمسه واقروا الكنيسه والازهر. طيب يا فندم، الهدف تنظيم الزرع، في فرق بين تنظيم الزرع والتبرع اللي هيفتح باب للاتجار. يا فندم مش اتجار، ده بنك اعضاء رسمي زي بنك الدم. طب حضرتك زي بنك الدم يا فندم، هو بنك الدم الجزائيه موجود، هتنشئ بنك اعضاء، هتنشئ بنك اعضاء يا فندم. ما بقول لحضرتك اهو، ده هيخلي الغير قادر يقدر ينقل العضو. ازاي بقى هتمشي العمل؟ هل الدوله هتتحمل التكاليف ولا هو اللي هيتحمل؟ انا قلت لك اهو، تكلفه نقل كلى بثلاث سنين غسيل كلى نفس التكلفه، يبقى الدوله كسبت. لو عملت ده يبقى كسبت بقيه السنين. هل الدوله عندها الامكانيات انها تدعم مؤسسات المجتمع المدني؟ كتير جدا. بقول لحضرتك عايزين مشاريع ثلاث سنين قد اجراء العمليه، يبقى الدوله هتكسب. يعني مين اللي هيتحمل؟ الدوله يا فندم، مش هتحمل، ده هتكسب بدعم والغلبان هنقدر، اللي ما معهوش فلوس هيقدر ينقل. بس ده مش هيدفع الناس، بعض الناس انها تروح. ما احنا لازم نفس الثقافه، ما هو احنا بس هتروح. ايوه بس انت خوفك من ايه؟ هو ليه مقابل مادي؟ وده بيحصل كتير في مصر، وده ده بقى التجاره، ده مقبول. ما هو ده هيفتح الباب علينا لو اقررنا الكلام ده. دي التجاره، ما هو انا نسيت، ما قلتلكش حاجه، الهيئه اللجنه العليا لزراعه الاعضاء بتنظم هذا الكلام. اولا بتقول لزراعه نقل الاعضاء بدون مقابل، ما يبقاش لحد خارج مصر، يبقى لازم في شهاده منها للمتلقي، ودي تحميه ليه؟ لان بتاخد الدونر اللي هو بيدي، بتشوف له بي وسي وايدز، لان ممكن يبقى عنده الثلاثه دول. لان الناس اللي بتبيع الكلى زي ما انت بتقول، دول معظمهم مدمنين وبياخدوا ايه الكلام ده، فبيبقى عندهم كل الفيروسات بي وسي واتش اي في، يبقى انا هنقل له عضو وهموته بمرض ثاني. لما اللجنه العليا لزراعه الاعضاء تدي شهاده، بتضمن للمتلقي ان الدونر المعطي ما عندهوش هذه الامراض. اكيد طبعا. فيبقى اذا الحكايه منظمه بقانون خمسه لسنه 2010 لزراعه الاعضاء، واخد بال حضرتك؟ لكن انا فكرتي اللي انا قلتها اقتراح برغبه عشان امنع الاتجار. هل البنك يبقى ده انا البنك ده موجود في العالم كله، بعد اذن حضرتك موجود في العالم كله. مع احترامي لسعادتك، بعد اذن حضرتك، بس بعد اذن الاستاذ مرتضى، اتفضل. البنك ده ولايته تبقى تبع مين؟ وزاره الصحه طبعا. طيب. وزاره الصحه ونادى بيه وزير الصحه السابق على فكره. هنا في الموضوع، ما هو مين اللي هيقوم بالعمليات دي؟ في مركزيه بتكلم على كده. انا عايز اسهل بقى، ما يبقاش في الجان وورق واختيار والكلام ده كله. تقترح يبقى تبع مين؟ انا كنت شايف ان ممكن يكون رئاسه الجمهوريه. احنا بنتكلم على اعضاء بشريه، مفيش اهم من رئاسه الجمهوريه في الموضوع دوت. ممكن ويتم التنظيم الموضوع. ما لازم، انا قلت اللي حصل ده لان في تضارب بين قانون سابق سنه 62 ودستور حالي بيحمي حرمه الجسد، فلازم تغيير في القوانين. طالما احنا تواكب اللي حاضر وتواكب الدستور الحالي عشان الناس تتابعها. تعالوا نتابع اراء الناس لما احنا نزلنا بالكاميرا وسالناها. بالنسبه لاعضاء اتبرع بيها بعد ما اتوفى، انا مش موافق. ليه؟ لان دي حاجه ملك ربنا مش ملكي. ده شيء كويس جدا، بس تبقى فيها اطر من القوانين، في حاجات منظمه، في تحت اشراف ريجيلاتري، في حكومه عارفه ايه اللي بيحصل. موافق ان اعضائي اتبرع بيها، او ان حد يبقى مسؤول ان حد ياخد اعضائي وانا متوفي لحد محتاجها. موافق ان انا اتبرع باعضائي، بس بشرط ان يكون الاهل ساعتها عارفين ان هياخدوا مني الحاجه دي. لا طبعا مش موافق عليه. طبعا انا مش موافق اتبرع باعضائي بعد وفاتي، لان طبعا حرام. والله وانا موافق جدا، ما فيش مشكله.
طالما الموضوع هينقذ حياة حد وانا كده كده مش محتاج لها، فمش فارقه معايا اصلا يتبرع، طالما حد محتاج هيتبرع من غير اي حاجه. انا مش موافق لان مفيش تشريع نزل من الدين او من المسؤولين في دار الافتاء ان هو يقول ينفع ان المتوفي يتبرع للناس اللي ممكن تعيش. لا طبعا مش موافقه اتبرع باعضاء. لو هيبقى تبرع واهلي عارفين ان هو تبرع مش بيع اعضاء ما فيهاش مشاكل، لو حد مثلا فقير مش قادر على العمليه وكده ان اتبرع، يعني ايه المشكله في كده؟ مش موافق على موضوع نقل الاعضاء اصلا من جسد لجسد، ده شيء مش كويس لان العضو مش ملك البني ادم، هو ملك ربنا لان البني ادم خلق ربنا، فالحاجه اللي جواه مش ملكه يعني. واضح ان في انقسام في الراي الحقيقه، وانا كنت متوقع ان اشوف يعني اتجاه اقوى ناحيه مساله الموافقه، انما واضح انه عدم الموافقه ربما تكون يعني حتى اقوى من الموافقه. دكتوره شاديه، في ناس كتير متفقه مع كلام سياده النائب جمال الشويخ. والله انا ده مش العمر بايد ربنا، ده مش ملكي، ده يعني اولا دي ما انا بقول لحضرتك في مفاهيم كتيره جدا اللي بيحصل لها مسليدنج الكلام، يبقى لدار الافتاء هل الكلام ده فعلا حرام ان انا انقل او لا؟ اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فدي حته بتاعت دار الافتاء، ممكن حضرتك تجيب حد من دار الافتاء وتبين، لان في حاجات كتيره جدا ما احنا عندنا في ختان لا دار الافتاء لازم يطلع على مشروع القانون، وعندكم في المجلس اعتقد لجنه الشرعيه. ايوه يا فندم، انا بتكلم عندنا مثلا في ختان الناس، ففي ناس كتير جدا عندها ميس ليدنج بتفكرها سنه، تقول لك دي سنه عن الرسول، يعني في حاجات في مفاهيم للناس برضك من ناحيه الدين مش واضحه بالنسبه لهم قوي. فدي يعني احنا انا نفسي يعني وانا بقدم الاقتراح برغبه، ده بالعكس هيمنع لي الاتجار بتاع الاعضاء، لان ده هيبقى بنك اعضاء قومي زي بنك الدم القومي، يعني واخد بالك كل اللي محتاج هيروح ياخد منه، وفي ناس اكيد هتوافق وناس لا. يعني انا واحده من الناس، انا هكتب عايز اسالك تمام. التحفز الوحيد بتاعك هي المساله الفقهيه، ولا زي ما قال الاستاذ فؤاد من شويه ان مساله ممكن يحصل فساد وممكن يحصل لخبطه؟ تحفظ، انا اسف مع احترامي لسعادتك، تحفظ وخلق فساد ورغبه في مش رغبه في الاتجار، ان يعني انهيار في الاتجار، هتبقى العمليه اوبن قوي. انت عشان تجيب كيس دم واحد دلوقتي بتتصل بفلان وتتصل بفلان، ولو سمحت ما بالك بعضو هيوصل ثمنه لمئات الالاف او الاف. تفتح المجال بقى للمجال يا فندم في ظل ظروف المجتمع المصري. طب انا اسف يعني مش بخلل من شان المجتمع، عايز اعلق على بنوك الدم، عايز اعلق على بنوك الدم حالا. وفين حرمه الموتى معتز بيه؟ هو احنا هنا بنتكلم على عمل انساني، هو اللي حصل عمل انساني وبموافقه احنا مش موافقين عليه، هو النموذج ده ضد حرمه الموتى، واحنا مش موافقين عليه اللي هو عشان ياخد بدون موافقه اهل العيان ويتصدموا الصدمه دي ويحصل لهم انهيار بموت العيان وفي نفس الوقت بشير قرنيته، ده اثيكالي مرفوض تماما. لا ما طبعا ما حدش قايل اللي حصل مستشفى قصر العيني طبعا، اخلاقيا يعني ظرف من الظروف اخلاقيات الطب تمنعه. استاذ محمود، حضرتك اول واحد النهارده أثرت موضوع الفساد اللي ممكن يصاحب يعني بنك زي ده، فإزاي ممكن نحل الحكاية دي؟ طبيعي السوابق اللي فاتت بتقول حاجات زي كده، ان احنا لازم يكون عندنا نظام صارم لازم يكون عندنا نظام صارم. لا من عندي بنك الشيخ بيقول لك ده انت لو عايز كيس دم واحد في فساد بقى اهو، رغم ان في بنك ينظم فكرة التبرع بالدم، رغم ان حملات التبرع بالدم دي بتكون في الميادين، لكن انا ممكن اتبرع ولكن لما اجي احتاج كيس ادوخ طبعا واروح اشتري من اي يعني حته. هقول لك بقى علينا بقى ان احنا نتلافى الكلام ده، اسعار باهظه عشان طبعًا تجيب طبعًا كيس طبعًا ده طبعا طبعا. علينا ان احنا نتلافى الكلام ده كله، عندنا تجارب، عندنا مثلا تجربه زي بنك الخلايا الجذعيه نبتدي نشتغل فيها. شوف يا استاذ معتز، لازم نبدا نحط قوانين صارمه رادعه عقوبات ونبدا في الموضوع ونطبق القانون بالظبط كده عشان اقدر احل المشكله. طب احنا هنجيب قرنيه منين؟ من بره ونجيب كلى منين؟ منين من بره ونجيب كبد منين؟ من بره. طب هما بيجيبوه منين؟ القادرين اعتقد بيسافروا لا 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 الصين وفي دول دلوقتي بنك الاعضاء يخلي غير القادرين يا بالظبط كده. يعني انا بتكلم على فكره الثقافه نفسها، لازم يكون عندنا الثقافه دي، وده دور الاعلام. ما احترامي لسياده النائب، انا ايه اللي هينفع جسمي يعني بعد وفاتي؟ مفيش حاجه، لكن احتمال ينفع اخويا، احتمال ينفع واحد فقير في الصعيد في الدلتا في اسكندريه. انا نافع ما قبل الموت وما بعد الموت. ايوه، وبتبقى صدقه جاريه على فكره.
الصدقة الجارية لا تجوز تظل اللي بيملكه الإنسان. الصدقة الجارية لا نبدأ. والإنسان على مصمم لا يملك جسده تماما. وأنا ما زلت عند رأيي القوانين مش قرآن. القوانين نعمل القانون النهارده ونيجي بكره نعدله بالزبط. مش قرآن مش هو اللي حاصل ده. لكن علينا ان احنا نخف الطوابير بمنتهى الصراحة بالزبط. الإنفاق الصحي مش في مصر بس، ده في أوروبا دلوقتي في البرتغال وفرنسا في شورتج. مشكلة كبيرة في شورتج. جدا جدا جدا. وعلينا ان احنا نخلق حلول بديلة أيوة بس بره الصندوق ونطرح مبادرات انا عايزه بس اعلي على بالي ان الحوار ده عادي. انا متاكد ان الحوار ده هيحصل تحت قبه البرلمان بالتاكيد طبعا. انا عايزه بدا بالفعل انا عايزه الكلام ده يطبق في مجتمعات عايزه افيد الناس بنقطه بنك الدم تتناسب مع الظروف اللي عايشه فيها المجتمعات هناك. انما احنا بنتكلم انا بشوف حالات انا عندي بعض الناس تاني تقول لي الظروف الماديه طبعا شويه لا انا حضرتك سالتني معلش معلش انا اسف. طب واحد غني اسمح لي بس ارد على معتز بيشتري من بره وانا مش قادر اسمح لي ارد على معتز بيه. انا قلت حضرتك مساله فقهيه حرمه الموتى جسد الانسان غير ليس ملكه لا. ثالث حاجه يا فندم اللي انا قلته لسعادتك دلوقتي مش هتفتح باب الاتجار ده انت عشان تروح تجيب كيس دم والدكتوره كانت مديره مع احترامي الكامل لكل الاطباء بتكلم مش عارف دكتور مين بتكلم مين مش هيخش فيها وساطه ومحسوبيه رد حضرتك عليا انا اسف ممكن انت تسال انا رد على النقطه دي فؤاد قال لك لازم نبدا ولازم يا فندم نبدا يبقى الموضوع ده يتبع رئاسه الجمهوريه مش دعوه بوزاره الصحه ماشي يتبع رئاسه الجمهوريه قول رقابتك اللي انت عايزها قول رقابتك في ظل الظروف احنا فيه بس نواجه العالميه من نار ايوه بالظبط كده كلام موجوده دي اخف الطوابير دي كلها ووفر عمله صعبه للدوله هو متخوف من رقابه نراقب بشده الحاجه الثانيه بس عايز اقول حاجه بالنسبه لبنوك الدم احنا عندنا على فكره بنوك الدم محترمه جدا يعني عندي فاكسيرا ومصل واللقاح وعندي البنك الهلال بتاع الدكتوره مؤمنه كامل اللي هي ماسكه الهلال على فكره فيه وفي عايز عشان للدايره بتاعتك وللناس اللي عايزين طالما ان انت بتبعت برشدة الدكتور ان انت محتاج دم بياخده بالسعر الرسمي اللي هو 110 يا فندم انا بقول لك اهو انا على مسؤوليتي مصل ولقاح بتاع الدكتوره مؤمنه الهلال بتقول ان انت ولو عارف فكره العيان قلت ما عندوش على فكره الهلال بتاع الدكتوره مؤمنه بتديك فور فري والدكتوره نهاد والدكتوره منال في بنك الدم انا بقول لك بس جرب طيب جرب هيديك بالسعر الرسمي اللي هو 110 طالما ان انت واحد مش محتاج وانت بتقول ان محتاج لكن ما تجيش مثلا مستشفى خاص وتروح تشتري دم طب ما لازم انت هل حضرتك من شويه قلتي ما بين السطور كده انه المشروع يطبق بس او الخدمه دي بس للمصريين غير ايوه لا غير طبعا ده قانون خمسة قانون خمسة سنة 2010 بيقول ان انا ما ينفعش ان انا ده هيفتح لي فساد لو الغير المصريين هيجوا يدفعوا بقى وياخدوا على كل حال الموضوع لن نصل فيه الى نتيجة في حلقة واحدة بس ملف مفتوح وهيبقى هيخضع لنقاش مجتمعي مسألة مشروع قانون بنك الاعضاء اللي تقدمت به النائبة دكتورة شادية ثابت ضيفتي النهاردة في اخر النهار بشكرك جدا على المشاركة وربنا يعني يسهل يقدم الفيل بشكر سيادة النائب جمال الشويق عضو مجلس النواب ألف شكر على المشاركة معنا النهاردة شكرا للأستاذ محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء وممكن يبقى في لقاءات تانية شاء الله ونفتح الـ بس ما ننساش ان نفتح المجال كمان للاتصالات معالي النائب معالي النائب وافقنا بس عايز رقابة جديدة عايز رقابة جديدة انا صحيح اي حاجة للصالح في ظل غياب الرقابة اعتقد ان هو مشروع القانون ممكن يدخل عليه يعني بعض الرتوش اللي تخليه فعلا واقع عملي قابل للتطبيق وكل التمنيات الطيبة للحياة البرلمانية بتاعتنا طبعا انها تقدم لنا الأمور في صالح المجتمع شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.